أو مش تخاريف أحلام زي ما بنقول، ولا كل حاجة في الحلم بتتفسر؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الأحلام يعني هي أرشيف وتاريخ للإنسان، فمنها ما يعبر ومنها ما يكون أضغاث أحلام. وحتى لو قلنا أضغاث أحلام أو حديث نفس، هو ليه تعبير برضه وتأويل وتحليل. يعني ده كمان بيتفسر. بس التفسير بتاعه بيبقى تفسير نفسي شوية. أوكي. يعني بعيدا عن مسألة الغيبيات اللي فيها ماضي أو حاضر أو مستقبل للإنسان. لأن المسألة الغموض في الحلم يعني بيكشف لك حاجة في الماضي كانت غايبة عنك، أو يكشف لك حاجة في الحاضر أنت بتبحث عنها، أو في عقلك الباطن بقى. طبعا بتبقى في عقلك الباطن، أو بتكشف لك حاجة في المستقبل بيدخلك في بعد تاني وزمن تاني وحياة تانية. فيبتدي يجيب لك المستقبل للحاضر بتاعك، عشان تبتدي لما يأتي وقت تبقى متحضر الرؤية، تبقى مستعد لهذا الحدث نفسيا أو بدنيا أو ماديا أو اجتماعيا. كل المسائل دي بيعرضها عالم العالم الآخر، له عالم الأحلام اللي ربنا من على الإنسان بيه، عشان يقول له أنا بتابعك يقظة حياتنا ونوما ومناما طبعا. و في كل وقت وبيدينا إرشادات في أحلامنا، في افعل أشياء ولا تفعل أشياء، وعامل وحسن وارتقي وهكذا. طب هل ده هو؟ طبعا الناس هتزعل مني لان معايا مسجز كتير، لكن في كتير بيعملوا استخاره ويستخيروا ربنا سبحانه وتعالى بصلاه الاستخاره وينتظروا اشاره في الحلم، فهل ده بيحصل فعلا؟ هي بتبقى من النوادر مساله ان هو يجي لك الرد في الرؤيه. ليه؟ لان انت دماغك مشغوله بالمساله. فواحد مثلا بيحلم انه هيتجوز فمتقدم وحاجات زي كده، او واحده، فتبتدي احلامها كلها تتواتر ومتكرره حوالين الموضوع ده فبيبقى صعب على المعبر ان هو يقدر يقول لا امشي في الاتجاه ده ولا ما امشيش في الاتجاه ده. طيب نحل بقى اللغز ازاي؟ نحل اللغز بانك انت تخلي ممكن غيرك يعمل لك الاستخاره. حضرتك مش شرط انت هتبقى متاثر بالحدث. فكل ما هيجي لك هتلاقي نفسك داخل في جنينه وداخل في زرع وداخل في خضره وبتصلي وبتعمل كلها حاجات ظواهر كويسه في الحلم. ولذلك في بعض الناس يقول لك انا عملت استخاره ومع ذلك جالي الحلم كويس، ومع ذلك ايه اللي حصل بعدها؟ لبست في الحيط. لبست في الحيط. فنيجي نقول ايه بقى؟ يفوض امره لله بعد الاستخاره. يفوض امره لله. ولكن الاستخاره ليها ميزه. ايه هي بقى؟ ان انت بتفوض الامر لله. لما بتفوض الامر لله حتى لو انت في مشكله ستاتي من وراء الحدث اللي انت هتعمله ده او الشيء ده، ربنا بينجيك منه، هتطلع منه. طيب حاضر. ام مكه بتقول حلمت اني ركبت عربيه وجوزها اخذها فيها ومشي، وكانت ماسكه تليفونها كان ماسك تليفونه ووراها صورتها في التليفون، وكانت لابسه فستان سواري احمر فبيقول لها ده انت، قالت له لا مش انا. روحت البيت اتخانقوا، ما تلبسيش بنطلونات تاني، لا هلبس، ضربها بالقلم، سابته ومشيت. لقت معاه سطور وقسم وسطه نصين وكان لسه حي، فبصيت له ما عبرتوش، مشيت في شارع مليان طينه، وكل ما ادوس في الطينه تعلى. فواحده جارتي راكبه ميكروباص بتقول لي انت رايحه عند اهلك تاني غضبانه، قلت لها وكنت بعيط. بتقول لحضرتك انا متجوزه وعلى خلاف مع زوجي بسبب الضرب كل شويه وانا عند اهلي. طبعا هو مساله ان الضرب ومش الضرب ده لا يجوز طبعا، ده يسال فيها اهل الفتوى يعني. انما مساله الحلم والمنام، كل مشاكل تاتي في الاحلام يخشى انها تتحقق فين؟ في الواقع. وخاصة ان هو جاب سطور وعمل وسوى، دي حاجات كلها تفاصيل دلت تدل على العنف، ان هو لابد ان يعدل من سلوكه معاها، وهي تشوف اخطائها ايه معاه وتعدل. انما مسألة المشاكل في الاحلام فهي بتتحقق في الواقع. فالانسان ياخد باله وياخد حذره، يعني هي تاخد بالها وحذرها من ان ممكن العنف ده يتصاعد بشكل دموي. لا مش يتصاعد ولا حاجه، بس احنا هي لو حلت المساله خلاص. لان هو في الواقع اساسا عندها مشاكل، واخد بال حضرتك؟ فاحنا نعمل ايه؟ فهي بتتكرر عليها الرؤيه مره واثنين وثلاثه،
طب نعمل ايه؟ نحل بقى نشوف الدنيا فيها ايه. لكن ده مش حلم يتفسر، ما هو ده تفسيره، تفسيره كده، تفسيره انها تاخد حذرها وتاخد من هذا الانذار، طيب انها ما تتطورش المشاكل معايا.